السلام عليكم شباب، مرحبا بكم في فلوق جديد. اليوم ان شاء الله عندنا واحد المغامره لي سبيسيال بزاف. علاش؟ حيت غنمشيو واحد المعبد اللي غريب بزاف. هذا المعبد اللي قلبت عليه في الانترنت ولقيت عليه معلومات قليله صراحه. هذا المعبد جا على جنب الطريق. علاش؟ حيت القصه ديالو طرات في الطريق، طرات في الطريق في التسعينات، في التسعينات طرات القصه ديالو. القصه صراحه غريبه بزاف، وباش نعاودها لكم تقدروا فهمتي. بالنسبه لي انا جاتني الخيال العلمي، ومن هما كيعتقدوا بها الهندوس، كيعتقدوا بها انها وقعات. معبد ديال الموطور، تخيلوا معايا الناس كيعبدوا موطور. هذه شي حاجه اللي غريبه بزاف علينا حنا كمسلمين. الحمد لله علينا مات الاسلام، ولكن في الهند كتشوف شي ديانات بحال الفئران، كيعبدوا الفئران، يعني عندهم العبادات مختلفه. ومن العبادات اللي كيديروا هي كيعبدوا موطور. تخيلوا معايا الناس كيعبدوا موطور، وعلاش كيعبدوا هذا الموطور غتكتشفوا معايا كلشي ملي نوصل للمعبد ان شاء الله. القصة ديال هاد المعبد طرات في الطريق. هاد الطريق كتشوفو معايا جاية من لهيه، كان واحد الشخص اللي كيسميتو أومبانا. الشخص اللي كان جاي في طريق عادي يجي من مدينة بالي، غادي متوجه نحو مدينة جودبور. أشطرا ليه هو أن الموطور هرب ليه، هرب ليه دخل في شجرة. من دخل في شجرة جات لومبيلون، جاو البوليس، داو المحطة ديال البوليس باش موراها يديوه للفوريان. من الغريب أنهم من بيشو الموطور تما الليلة الأولى، الصباح كيجي البوليس اللي دا الموطور مكيلقاش الموطور، كيدير بلاغ بأن الموطور مختفي. ملي كيقلبو على الموطور كيلقاوه في بلاصة ديال الحادثة، يعني رجع لبلاصتو. تخيلوا معايا الموطور ديها تحطو على حسب المعتقدات ديالهم، معرفتش القصة حقيقية 100% ولا لا. هاد الناس كيعتقدوا أن هادشي حقيقي. علاش؟ حيت هادشي مقديمش بزاف، في التسعينات طرا، في التسعينات، يعني ماشي شي حاجة اللي قديمة بزاف. النهار الثاني كذلك ومثال، عدو داوه المحطة ديال البوليس، حيدوا ليه ليسونس، حيدوا ليه السنسلة، وحيدوا ليه واحد اللعيبة أخرى باش ما يديماريش، يعني الموطور مستحيل يزيد. من الغريب في الأمر أنه في النهار الثاني عاوتاني ملي كيجيو للمكان كيحاطين الموطور ما كيلقاوش، وكيجيو لهنا للبلاصة من دار الكسيدا كيلقاوه عاوتاني تما، يعني يومين وما كيخبيوه كيرجع للبلاصة ديال لاكسيدون. يعني قصة اللي غريبة بزاف، مابغاش تدخل لي لدماغي أنا. مي هاد الناس كيعتقدوا أنها طرات بصح في التسعينات، وهاد الشخص سميتو أومبانا تبنى معبد على ودو. كيقول لك الآلهة، بالنسبة لهم هما كيقول لك الآلهة اختارتو باش نديرو ليه معبد هنا. English, English. No pictures? Allowed नहीं है. Why? ये allowed नहीं है. English, English. Not allowed. Not allowed. There is not allowed. كيف ماشي شو ما خلوناش ندخل الكاميرا، ما درنا جوبر. درت على الموتور. You are here. المهم الطاقة الغريبة اللي شفتها في المعبد هي أنهم كيعطيو الشراب. داك الشيء جاي هذا المعبد خصك تجي معاك الشراب باش تعطي البركة،
وشرب كيكبو في هذيك العافيه اللي مشي عليه باش بقى العافيه شاعله ما كتطفاش. صراحه هاد الهندوس هما دراوش في شكل فهمتي ولاد الناس كيف ما تنقولوا حنا، مي التقاليد ديالهم والمعتقدات ديالهم غريبه بزاف، غريبه علينا حنا كمسلمين. تقدر تلقى واحد فهمتي لاباس عليه قاري وكل شيء وفي الاخر كيمشي يعبد الموطو، يعني التضيه التضيه هي هادي. واحد الحاجه اخرى كتعجبني في المعابد عندهم هي انهم ديما كيكونوا حداهم روبينيه ديال الماء، كيما تشوف مع ديريكتور الماء طارق الروبيني وساهيه، هم عندهم هذا الشيء ديال الماء فهمتي موجود في اي معبد سواء كبير سواء صغير كاين حدا هاد الحل هكا ديال الماء فهمتي، زعما كيلا عطاش شي حاجه. بالنسبه لاول مره شفت هاد المعبد دخلت قلت اول الناس كيعبدوا الموطو ما يمكنش، ملي جيت وشفت هاد الشيء مباشره دابا فهمتي تصدمت حس شي حاجه اللي انورمال. تخيل معايا واحد داك السيده موطور كيعاود واحد الخرافات عليه ولو كيعبدوا، تخيلوا معايا هاد اللقطه هاد الخرافات ولو كيعبدوا، ما عرفتش واش بصح ولا بالعانين فهمتي، ما عرفتش داك الشيء حيت فهمتي هاد الشيء ما طراش بزاف شي تاريخ قديم التسعينات طرا هاد الشيء. كيفاش طرا؟ خونا كان جاي في الطريق ديالو موطور هرب ليه ضرب ليه في الشجره. المهم نخليكم تشوفوا واحد خونا كيعبد المهم يلا كلينا وسالينا جينا لهاد البلاصه اللي كتشوفوا راهي بحال سوبر مارشي صغير كيبيعوا فيه العباد ديال المعبد، صور ديال الاله ديال المعبد. المهم جينا لهاد المطعم دابا خدينا الروز، ما عرفتش الروز كبير وجبه فيه فيجن يعني روز نباتي، غنشوفو كي داير. ريس ريس رايس يا يا ولو اند ايج نو نو ايج اونلي ريس اونلي بلاند رايس لايت سبايس لايت سبايس ولد شوف معايا البلا ديالها وصل سخون شويه عندهم حط ضعف الهند بحال القور انا كيجيبو في البلاط عاد تحط في الطبسيل وكتاكل تهز من البلاط تحط في الطبسيل وكتاكل الهنود عالم واخا تقول لهم حار شويه كيبقى حار واو مي صراحه هذا الروز بنين الرفيق ديالي هو المديمة كانوا معايا حار والله حار حار بالنسبة لنا حنا مغاربة الحار وقع لهم عندهم هذا وقت في الحار نرجعني حار بزاف واحد الحاجة كترا ديال في الشيخ الحار ديال في قايدو كيف ما كتشوفوا معايا سالينا البلا ديالنا الحمد لله كاملين زوين غير هو حار شويه، غنمشي ناخذ لي حرقه على الماء نتبرد عاد نخلصوا هاد الخور